مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حققت قوات سوريا الديمقراطية مزيدا من التقدم في الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، بعد سيطرتها على حي البتاني في شرق المدينة رغم مقاومة شديدة من مسلحي داعش. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد انطلقت قوات سوريا الديمقراطية إلى حي إرميلة المجاور، فيما تمكنت هذه القوات من الدخول إلى أطراف حي الروضة. وذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين الحيين، وأشار إلى أن هذه الاشتباكات تتزامن مع قتال مستمر بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد داعش في المدينة القديمة. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز مجلس الأمن الدولي أن الوضع في العراق غير مستقر رغم دخول القوات العراقية مدينة الموصل وانتزاعها من قبضة داعش. وأوضح غوتيريز أنه يجب إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل وفي الأجل الطويل لمواجهة التحديات. وطالب أمين عام الأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق لمدة عام جديد. أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بقتل جندي وإصابة آخر بجروح في محافظة القطيف، وقتل الجندي إثر تعرض إحدى دوريات حرس الحدود لإطلاق نار. عقب الحادث باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق في الواقعة من أجل إلقاء القبض على منفذي الهجوم. قال مصدر أمني مصري اليوم إن قوات الشرطة قتلت 5 أفراد إرهابية مسلحة في تبادل لإطلاق النار في محافظة الإسماعيلية. وأوضح المصدر أن القتلى متورطون في تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية بينما تتم عمليات فحص لكشف انتماءاتهم. ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة بحوزة المسلحين. أكدت وزارة الخارجية الألمانية السبت أن الامرأتين اللتين قتلتا في هجوم بالسكين في منتجع سياحي في الغردقة شرقي مصر ألمانيتان. وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان أنهم يؤكدون الأسف الشديد بأن السائحتين الألمانيتين قتلتا في هجوم الغردقة. يذكر أن السائحتين قتلتا بحادث طعن أسفر عن إصابة 4 أخريات بجروح أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية أمس الجمعة. قال مسؤولون إيطاليون إن بلادهم قد تمنح 200,000 من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها تأشيرات دخول أوروبية شنغن. وقالت صحيفة التايمز البريطانية السبت إن المسؤولين يعكفون على إصدار تأشيرات مؤقتة للمهاجرين تتيح لهم عبور الحدود بين الدول الأوروبية. شكراً.